لكم يا أحلى ناس، كتير منا بحتاجوا شو بدهم يتعشوا. طبعاً بتضل يفكر بخلص وقت، يعني بصير وقت النوم كل شي بفكر. فاليوم جبنا لكم مجموعة من الوصفات السريعة وشهية ومفيدة عشان تتعشوها قبل ما تناموا. واللي بابا بينام بدون ما يتعشى زي حالتي شو بصير فيه؟ بتضل ياكل وصفاتنا الشهية أو بفطر. أو بفطر بحولها لفطور، يعني ممكن تزبط نعم. فطور وممكن تزبط عشاء؟ نعم. طيب أنا بابا اليوم شو دوري؟ تعال فهد الساعة. طيب إيش؟ طيب شو أول وصفة عندكم؟ في خبز التورتيلا وحنحط عليهم زي نسويها زي ال مناقيش. مناقيش إيش؟ بس هي بيتية هاي المناقيش. يلا بسم الله. جوان إيش أنت مكوناتك؟ جبنة والخبز. جبنة ايش هاي؟ جبنة ايش اوان؟ حلوم. حلوم مش لا كيف مش مهم عشان نعرف بابا الوصفة. حلوم. جبنة حلوم. وليليان؟ زيت ميكس مع زعتر. طبعا انتوا عارفين كيف عرفت ليليان انه هذا حلوم؟ لاني انا عملته. يلا هي اللي بشرته. طيب سؤال. نعم. هلا هذا بعد ما احنا نحط عليه هاي الاشياء وين حنحطه؟ بالفرن. الفرن بس لازم بسرعة نحطهم بالفرن 5 دقايق بس، نضويهم من فوق ومن تحت الناية، يعني من فوق ومن تحت. شوفوا بعد 5 دقائق شو صار معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خربطها بابا، خربطها. انتبهوا ما يصير معكم زي ما صار معنا. تعرف ليش بابا؟ ليه؟ لأنها كتير رقيقة هذه الخبز. تفضلوا هاي واحد، وهذا الزعتر حفته صارت ايش؟ حمرة. يلا بسم الله تفضلوا. وبعد ما جهز لازم نطيحهم. انا طبعا ما حمد ايد عليهم. ليش؟ لانه بابا عمل دايت. لا ولو عمل دايت بابا هالاشياء بتشهي لازم اكل منها. ولا ما حمد ايدي لانه هناك وقعوا معاي شوي. فكرت عشان الدايت من اسمه هيك اجوان. لا 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 بابا اكدي عليهم. يلا هيك تمام يا جوجو. هاي لسه بدي اسمها كمان اسامي اللي بكفي. هيك بكفي يا بنت. اسم اللي بعد. بسم الله. مين فيكم بده تعي فارس؟ ما بدي. ايه مو كيفك كان زي البسكوت صار هيك. صراحة بسم الله الرحمن الرحيم. الله بعيننا بكره ما بنفطر، يعني هي اكلنا فطور وغدا. يلا كل اللي بدي احمش. صراحة؟ يوحد لي يلا انت حاضر والله طعميك. الزعتر والزيت اول مربع خلطوا مع بعض الزعتر والزيت. تعال تعدوه. هذا بسكوت دوق. جاه كتير؟ دوق طبعا. انت بدك كمان دوقي. لا دوقي. فرح كيف الوضع؟ هلا الوصفه اللي بعديها. اولا منطون بيضه و نضيف ايش يلا مليح. تعلمنا كيف نقلب. وايش بنحط عليها يا جوان على البيضة؟ نخلطها. ايش بنحط عليها؟ ملح وفلفل. هاي شوية ملح وهاي شوية فلفل. طب نحط عليها شوية كمان خل. خل مش شرط. ممكن نحط فانيلا مثلا. مو بالضرورة. بعدها شو لازم نعمل؟ نضوي النار صح؟ هاي بابا وصفة سريعة للي حاب يتعشى على السريع، اشي خفيف لطيف بامكانه يعملها خلال 3 دقائق تكون جاهزة. ومش بس هيك يعني برضه مفيدة. بس لازم نوع الخبز يكون تورتيلا. يعني التورتيلا خيار جيد. هذا الزيت بابا الصحي السريع عشان ما نكتر. زيت زيتون هذا. نعم. فبعد ما نحط البيض ايش رح نسوي؟ رح نقلب التورتيلا ونحطها عليها.
البيضة ليش جهز جهز على بابا حركوا بابا لانه ما انا اسف اليوم حظكم حلو يا بنات لازم هلا مباشر نحط لان حتنشف عليها لا يا بابا لا خلي البيضة تجهز طب بنحركها هون عشان تمتد معانا صح وتكون قد الرغيف شوفوا كيف تفضلوا هاي على الصينية بنوطي النار نحط عليها التورتيلا شفتوا كيف؟ قد الطنجرة بالضبط ايه قد الميلان بعدين بدنا نقلبها بس انا بس دقيقة انه تثبت عليها عشان ما يصير زي المرة الماضية بابا تثبت عليها مباشرة بابا الحمد لله الله 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 طلع بابا ما بعرف ايش صح اخذت شوت من هون ومن هون يعني شو راح نحط عليها هلا انا جبنه يلا رشوا شوي جبنه عليها المباركه يلا بابا لا تكتروا لا انتوا بتحبوا مع البيض يكون كثير طبعا هلا شو بنعمل نسكرها بنعمل النص الاول على النص الثاني هيك نسكرها عشان تصير واللي حابب يحمرها من الجهتين بيقدر اللي حابب ما تكون مقحمشه بتخلي يعني هيك هشه بتقرمشه مقرمشه بتركها هو بس بدي اروح اجيب هلا صحن واجي شوف كيف والله شكلها هذه يا جوان الصحن من عندك يلا, يلا. واعطينا اللي بنقص فيها شوفوا نعمل لكم اياها خطوط سريعه تمام نبدا نذوق اللي حابب يذوق يلا يباشر بس انا مستنيك انا حاخذ هذا الطرف بحبه تفضل وانا بحاخذ بسم الله اسحب اقسم هذا النص كمان هيك اصغر تفضل لازم انا اتذوق معكم تو هوت تو هوت كثير راحت فيها اللي ما بيحب البيض هاي حيحبها لانه مش كثير الطعم مركز بالبيض هلا حنحط جبنا توست عادي والجريل سخناه متسخنه يعني وهون في عنا لبنه وزعتر وهون في تركي وجبنه مربعه اللي بتنحط على البرجر وهيك سلايز هذا بابا ايوه سلايز وميكس اجمل فرح نحط هلا كل واحدة مرتبه تنتين ولا واحدة احط تركي تنتين للطعم هلا ايش بنحط عليه السلايز تاع هذا بعدين ميكس اجمل اوكي هلا هون دهنت اللبنه تقريبا اجيب رشه زعتر اذا بدك ايوه هون رشه الزعتر افتحه لا يا بابا جمال يلا بسم الله هاي رشه الزعتر الزعتر بابا بيكون على كل مكان وبكميه ايش حسب الرغبه صح معقول حسب يعني. مين اللي بحب الزعتر انت شو بدك انت يلا بابا حطهم على بعض بسم الله شو خليهم شوي يهطوا بالنص تمام تمام واحد قد ايه بنتركه؟ على الموقت بعد مضي كم؟ يعني هيك تقريبا ثلاث او اربع دقائق ما طولت بس إيه؟ لانه كان حامي لانه كنا مجهزين الله على الاحتراف الله مش عارفه اطول لا تطول ديري بالك بابا ايوه 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 شطورة هلا بسم الله تعالي فرح استووا ديروا بالكم بابا ديروا بالكم هذا حرارته كيف بدكم تقصوها هاي اظن بدها بابا سكينة اظن بابا هذا التركي وبس اقسمها اربع اجزاء اربعة لا بكفي تنتين طيب عشان تضلها ماسكة حالها بابا المقيم الاول وهاي كمان هيك تقحمش سامعين كيف صوت تقحمش شوفوا هاي كيف من النص واللي معاك يا جوان اشوفها كيف من النص يلا بسم الله تفضلوا بالعافيه هذا طعميكي اسحامي هلا شوف طعميكي منها هذاك بعدوها انا صح وكم ليه ما قعدت عليك يا بابا فاجأتيني انت ايش ريحه شهيه تعال تعال تعالك شيء شو حاب تاكل انت؟ حنعمل كب كيك مع الخضار والبيض طبعا هون حطينا القالب وحطينا عليه زي هدول وممكن عادي بدون هذا القالب غالب هدول هاي جوا اوكي يلا يلا
يلا يا جماعة. أول شيء لازم تكسر بيضتين. لا تخاف أنا حريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد. الله على الفن. يلا. شوي جاي. لا تفقس بيضي. مش حنفقس بس. يلا. مش بالطعم شوف. على راسك انت اللي عم بسكوت اللي عم تاكلها، تعال. لا تخاف حريف. هاي ايش؟ عادي بابا. هلا بابا الخل قلنا براس الملعقة، براس الكاسة. غلطان. مش كثير ها؟ اخفقي بابا ليلين، حركي اكثر. جوان ابدأي بابا، حط شوية فليفلة. شوي ولا معلقة؟ بس معلقة من كل شيء. حطي أكثر من ملعقة بابا. معلقتين. أيوة كمان واحدة. تمام كافي. كافي مبدئيا كافي. ليليان شوية جزر، معلقة، حطي نص الكمية بابا. معلقة، ملح وفلفل ما حطينا عليها. نسكب بالكب كيك وبعدين حنرش عليها جبنة. شوي بابا خمس حبات. يلا ممتاز. هلا وين بنروح فيهم؟ رش الجبن عليهم اول شيء. هدول بنفضيهم هيك، بنرجعهم نظاف عشان ما يتوسخوا. لا بشوي يتوسخ. وين؟ على الفرن. يلا الى الفرن. شو بده يصير فيهم هلا؟ هلا واخيرا جهز وصار وقت اننا ناكله. طبعا يا جماعه احنا شو اللي صار معانا الفيلم؟ كل الفرن ما كان بيشتغل، ناسينه تماما. فارس حبيبي انزل وافتح على عندي بدي اياك عشان اطعمك. يلا يا عمري يلا. وانت يا فرح تعالي اطعميك. بس بابا هذا الاحسن لو نجيب ايش؟ شوكه وناكله فيها. شو رايكم؟ الحلو فيها انه بسرعه بنشال. تعالي حاضر يا فرح. حاضر حاضر. شو هي قلبها فارس؟ شوفوا كيف منظرها. شوفوا كيف بابا. اسمح لي اقسم لك اياها. اقسم لي. اوه من جوا، شوفوا من جوا كيف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. بابا شوي خليها ايش؟ حامي حامي حامي. والله حطعميك يا بنتي. حاضر. خليها تبرد اول شيء. طبعا بابا هذا اكثر شيء صحي. عن جد؟ قولوا لي ليش؟ ليش؟ شو حطينا احنا؟ بيض وخضار. بيض وخضار، حتى زيت ما رشينا. يمكن الاجبان بدها شوية ضبط. تبرد. طب الى حين ما تبرد وانا وياك ناكلها ما بدنا ناخر المتابعين. جوان بلعت الام المسكينه وليليان تحاول تاكل. طيب يا جماعه انا نيابه عنهم، اذا عجبوكم الوصفات لازم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. لايك لهذا الفيديو حتى نوصل لاكبر قدر ممكن من اللايكات، واكيد اكيد اذا عندكم انتم افكار ثانيه اكتبوا لنا اياها بالتعليقات، وان شاء الله قريبا نضيف افكار ووصفات جميله. فطور هذه بتنفع فطور وبتنفع عشاء صح؟ إلى اللقاء. إلى اللقاء. يلا فروحة يلا مريم. إلى اللقاء. لهم هون هنكمل. إلى اللقاء.